ان نحبوا نعاودوا نحيوا التراث نتاع النسيج القفصي. دونك نخدموا معناتها سي تان بروجي دو لاسوسياسيون دو ديفلوبمون دو قفصه شوت وفينانسي بار لا جي زد. دونك غروسو مودو ان كيلكو لين لو بروجي اون فا سيليكسيوني 20 ارتيزان باش يخدموا معانا براتيكمون باش نعطوهم معناتها نوفروا لهم الظروف الملائمه الكل باش ينجحوا المشروع و شاكون دي 20 ارتيزان هذوما باش يجيبوا معاهم 5 ابرونتي. دونك خاطر علاش هنايا 5 ابرونتي والا علاش اسونسيلمون باش يجيبوا دي ابرونتي باش الخدمه معناتها ما تضيعش. خاطر عملنا ان ستاتيستيك معناتها على التيساج في قفصه نلقوا اللي الموين داج نتاع المراه اللي تخدم في التيساج نسيج سي من 35 كنت ماشي اذا كان مش اكثر. دونك معناتها تقريبا بعد 10 سنين اذا كان باش نبقوا على المعدل هذايا باش تضمحل الخدمه وما عادش تبدا موجوده جمله واحده. دونك باش ياخذوا عليهم لي روليف هذوما لي زابرونتي المتربسين هذوما باش ياخذوا على الكبارات وهما يكملوا كل وحده فيهم تعمل لاتولي نتاعها انديبوندامون دو لوتر. احنا كحرفيين في العرايس ومع البروجي اللي قاعدين نحكوا فيه تو بحكم كانت عندنا نور الحديد معناها السدية القديمة والكل التعب شوية البنية وتخليها معناها تجيها حتى الخدمة صعيبة برشا الكل. احنا كحرفيات ومع السدية الجديدة تطور السدية الجديدة كان ثم أريحية برشا للبنية اللي باش تبدا تخدم فيها وهي مرتاحة. والله استفدنا من الاجتماع هذايا برشا حاجات معناها كنا احنا باش نجلبوا البنات اللي هما كانوا خايفين مك السدايه على خاطر هي تقليديه معناها تعب شويه بالتندير وبالعفاس وكل شيء وهذه معناها بالبيضال كل اسهل فهمت كيفاه. ان شاء الله ان شاء الله نوفقوا في الحكايه هذه وكهو.